ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث العراقي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا نرحب بضيفنا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي. مرحبا بك أستاذ محمد. تحية طيبة لكم سيدي ولضيفكم والمشاهدين الكرام. حياكم الله. نبدأ معك أستاذ حسين، يعني بعد تأكيد مصادر حقوقية وناشطين أن حصيلة الشهداء والجرحى 311 شهيدا وآلاف الجرحى. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يؤكد أن قتل المتظاهرين جاء بأوامر من القيادات الأمنية، كيف تعلق على ذلك؟ يعني أولا نعلق على أنه هذا ردا على من يقول هناك مدسوسين وهناك مجهولين وهناك ملثمين. هذا طبعا رد على وأسقط كل هذه التهم. أعتقد أنه الأوامر، أوامر القتل في قضايا التظاهرات وليس يتعامل مع إرهاب وإلى آخره، ويتعامل مع متظاهرين سلمين، بمعنى هناك أوامر عليا من جهات أمنية ومن جهات سياسية أصدرت هذه الأوامر لهذا الجندي أو يعني لهذا الشخص. هو أشار مباشرة للقائد العام للقوات المسلحة. بالتأكيد القائد العام هو يتحمل مسؤولية كقائد عام وكرئيس وزراء مسؤول السلطة التنفيذية في الدولة العراقية، لكن أيضا هناك قادة أمنيين وهناك وزير دفاع وهناك مسؤولين آخرين، جميعا لا يتحملون المسؤولية لأنه هم يتعاملون مع متظاهرين سلميين لا داعي لاستخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية في هذا التعليق. فيهم مثلا الرصاص المطاط، يكفيهم الماء السخن الحار، يكفيهم الغاز المسيل للدموع، كل هذه هي الأدوات التي يمكن أن تستخدم ضد المتظاهرين. أما استخدام الذخيرة الحية والقتل العمد والقوة المميتة، هذا واضح لا يمكن أن يصدر إلا من جهات عليا. ننتقل ربما لضيفنا الخبير الأمني والعسكري من برلين الأستاذ محمد فوزي اللامي، ونسأله عن مدى إمكانية إصدار قيادة أمنية في الميدان على الأرض، إصدارها مثل هذا القرار واتخاذها قرار لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين دون أي أمر من القيادة العامة. يعني سيدتي حقيقة الجندي البسيط ليس له مصلحة في قتل المتظاهر أو المدني من دون حاجة إلى هذا ومن دون حقيقة أوامر صارمة صدرت من قيادة عليا. نحن بالتأكيد شاهدنا بأنه القناصين لم يكن الطرف الوحيد الذي كان يقتل ويجرح في المدنيين، كان هو جزء من الحالة. نحن شاهدنا حقيقة القوات الموجودة على الأرض، سواء كانت قوات جيش أو كانت قوات أسوات أو كانت قوات تابعة لوزارة الداخلية، جميعها مارس نفس العملية، جميعها مارس القتل في المحافظات، في الديوانية الناصرية وفي بغداد. تشاهد بأنه النمط كان رد الفعل الحكومي هو رد واحد، وكأنه على سياق واحد، وكأنه صدرت أوامر واحدة. ثانيا سيدتي، يعني هو إذا كان يتهمون اليوم القتل من طرف ثالث، هل قطع الانترنت كان من طرف ثالث أيضا أم كان عمل حكومي لتكميم الأفواه، عدم وضوح الصورة؟ حقيقة الأمور واضحة، الدلائل واضحة بأنه الأوامر كانت أوامر من جهة عليا لقمع هذه التظاهرات. طيب. وتخويف هؤلاء الشباب من الخروج مرة. ابقى معنا لو سمحت أستاذ محمد فوزي اللامي. أستاذ حسين، تقرير مركز توثيق جرائم الحرب ذكر أن الأوامر لم تشمل فقط إطلاق النار على المتظاهرين، بل شملت أيضا إطلاق النار على الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف. يعني لماذا يأمنون المساءلة والمحاسبة؟ يعني إلى أي مدى ترى أن هناك استهتارا بالقتل؟ يعني قضية الاستهتار بالقتل هذا معروف لدى الحكومات العراقية المتعاقبة، وهذا يجرنا إلى 2011 و2013 وتاريخ يعني مليء بهذا النوع من القتل. لكن هذا القتل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وليس جناية أو قتل فرد عادي، هذه جريمة ضد الإنسانية. إذا سلم من القضاء العراقي المحلي لا يمكن أن يسلم من القضاء الدولي، فهنا يعني الجرائم ضد الإنسانية أيضا يعني القضاء المحاكم الدولية معنية بالتحقيق بها ومعنية بمحاسبة المسؤولين على هذا القتل. فالقضية في العراق ليست قضية جنائية ضد فرد أو فردين، وإنما هي قضية جنائية، يعني قضية جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، هذه حاسب عليها القانون الدولي ومحاكم الدولية عليها أن تتحرك من خلال دعاوى يقوم بها ذوي الضحايا وتوصل إلى الجهات المعنية
وأنا واثق أنه كثير من بعض المنظمات الحقوقية تغض الطرف أو تسكت على ما يجري في العراق وفي الدول العربية، هذا معروف، ولكن لابد أن نحملها المسؤولية على ما جرى، لأنه من الصعب الحصول على الحقوق من خلال القضاء المحلي في الدولة. نبقى في هذا السياق مع ضيفنا عبر الهاتف محمد فوزي اللامي، ونسألك عن تورط بعض الأسماء وذكرها من قبل الناشطين والمتابعين لهذه التظاهرات، وصلت جهات معينة لذكر أسماء محددة من القيادات في الأجهزة الأمنية، كيف يمكن التحقق من ارتكابها لهذه الجرائم، وكيف يمكن محاسبتها أيضا وملاحقتها قضائيا؟ وبالتأكيد المتظاهرين على الأرض حقيقة لديهم مصادرهم ويعرفون جيدا يواجهون من القوة التي تواجههم. الأسماء التي ذكرت سواء كانت على مستوى الرد السريع، أبو تراب الرجل معروف في إجرامه، لديه سجل إجرامي في صلاح الدين في سنوات سابقة، أيضا كان متهم في مناطق أخرى، كان متهم أيضا بإخفاء وعمليات اختطاف وعمليات قتل على أسس طائفية. والعميد الثاني المالكي الرجل أيضا معروف داخل المنطقة الخضراء، فبالتأكيد الأخبار لا تخفي، بالعكس الأخبار تصدر ويعرفون جيدا، لكن يبقى السؤال هو كيفية محاسبة هؤلاء حقيقة في ظل حكومة هي مشتركة أساسا في هذه الجريمة، القضاء مشترك أساسا في هذه الجريمة، الحلول داخليا صعبة جدا، تبقى هو النشاط على مستوى الرأي العام مهم جدا، والنشاط على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية أيضا مهم. نعم أستاذ حسين، يعني خلف أيضا القمع الحكومي للمتظاهرين بالإضافة إلى الشهداء وكذلك الآلاف الجرحى، هناك معتقلون أيضا يقبعون في سجون القوات الحكومية والميليشيات، الرئاسات الثلاث طالبت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، يعني طالبت من الرئاسات الثلاث؟ من هو المسؤول عن إطلاق سراحهم؟ يعني أولا المسؤول على إطلاق سراحهم هي الجهة التنفيذية اللي هي الدولة العراقية، رئيس وزرائها سيد عادل عبد المهدي. يا سيدي المعتقلين هم هل فعلوا أمر جنائي حتى يعتقلون؟ هل المعتقلين قاموا بجرائم في العراق حتى يعتقلون؟ مطالبات سلمية، مطالبات وناس سلميين وشباب صغار. اليوم ما يحدث في العراق غياب مفهوم الدولة لدى المسؤولين العراقيين. اليوم ماذا يتعاملون على أن هناك دولة وهناك مؤسسات وهناك شعب؟ الشعب هو صاحب السيادة، والدولة تحترم من خلال احترامها للدستور والقوانين وشعبها. اليوم مفهوم اللا دولة هو القائم في العراق، فأنه نحمل مسؤولية ضابط أو مسؤولية جندي أو يتحمل النظام السياسي مسؤولية الجرائم التي حدثت في العراق من قتل وتهجير ونزوح واعتقال وجرحى، وجميع هذه كلها يتحملها النظام السياسي، والقيادات الأمنية هي جزء ثاني من القيادة السياسية، أما تبقى القيادة السياسية هي المسؤولة الأول على كل ما يجري، ثم تأتي المسؤوليات تتباعا، هناك مسؤولية مباشرة هناك مسؤولية غير مباشرة، حتى الجندي الذي أطلق النار يتحمل المسؤولية، والضابط يتحمل المسؤولية، والقائد الذي أصدر الأمر يتحمل المسؤولية، لكن علينا أن نحدد المسؤولية العامة تقع طيب على من هنا تقع على. اسمح لي ننتقل بالسؤال للأستاذ محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، يعني من الناحية الأمنية ومن الناحية القانونية العسكرية، كيف يمكن محاسبة الجهات الأمنية التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين والتي أمرت أيضا باعتقالهم على هذا النحو وهم متظاهرون سلميون، يعني كيف تتم المحاسبة، آلية المحاسبة من قبل أي جهة؟ يعني سيدي حقيقة الحكومة بالدرجة الأولى تكون مسؤولة، القيادة العامة القوات المسلحة والقضاء العسكري، لكن نحن نتحدث في ظل نظام نزيه، نظام وطني، بالتأكيد عندما تحدث هذه الحوادث تشكل لجان تحقيقية من داخل المؤسسة العسكرية، لجان تحقيقية من القيادة العامة القوات المسلحة، ممكن يشترك بها القضاء المدني باعتبار أن الضحايا مدنيين، وجميعها تشترك وتحاسب، وتكون هنالك محاكم عسكرية وتكون هنالك محاكم مدنية، وهؤلاء يتقدمون إلى القضاء، وخصوصا أن الرقم كبير جدا عندما نتحدث عن 6000 وأكثر من ما يقارب 150 وأكثر من الشهداء، فهذه جريمة حرب كبيرة حصلت. لكن تلاحظ سيد الكريم أن الحكومة صمتت لمدة 6 أيام، يعني اليوم تدعي بأنها تشكل لجان، طيب القتلى سقطوا في اليوم الأول، لماذا لم تشكل لجان في اليوم الثاني الثالث؟ واليوم اللجان التي شكلت هي ميليشياويين وآخرين
ايضا غير ذو اختصاص بالتحقيقات، وبالتاكيد هو سوف نشاهد عمليه تسويف ووعود كالعاده. نعم، نعود لضيفنا في الاستوديو الاستاذ حسين. بمقابل كل هذا العنف والقمع، اللجنه المنظمه للتظاهرات اعلنت اليوم على مواصله والاصرار على سلميه التظاهرات، خاصه التي ستخرج فيها يوم الجمعه المقبل وكذلك في 25 من هذا الشهر. ما مدى اهميه السلميه بمقابل هذا القمع الذي تستخدمه القوات الحكوميه؟ الحكومه تريد ان تجر المتظاهرين الى العنف، ويبدو أنه قيادة التظاهرات واعية لهذا الأمر وأكدت على السلمية، وهي تدرك أن مثل هذه الأمور لابد منها من تضحيات، وتدرك شعبها وتدرك يعني حاضنتها في ومشاركيها في الانتخابات أنهم لديهم من الأسرار والثبات على المطالب مهما كان الثمن. أما الإصرار على السلمية هذه ضرورة وطنية وضرورة للتظاهرات، واستمرارها بالسلمية هو الذي سيفضح الحكومة وسيفضح ممارساتها، لأنه كثير من قيادات داخل الحكومة تريد أن تجر هؤلاء الشباب إلى العنف لكي تبرر استخدام القوة المفرطة المميتة ضده. شكرا جزيلا لكم الأستاذ حسين السبعوي الكاتب السياسي، وشكر موصول كذلك للخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي ضيفنا عبر الهاتف من برلين.